جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احدى المستمعات ورمزت الى اسمها بالحروف عين صاد حاء تقول: اصبت بمرض قضيت فيه حوالي 5 اشهر في المستشفى، ولكني لم اكن اؤدي الصلوات في هذه الفتره، واريد قضاء الصلوات التي فاتتني خلال هذه الفتره، فكيف يكون القضاء؟ وهل يصح ان اقضي في اوقات غير الفريضه مثل وقت الضحى او بعد صلاه الظهر الى وقت العصر؟ جزاكم الله خيرا. وهذه القضيه أيضا مما يقع فيها كثير من الناس الذين يرقدون في المستشفيات بسبب الجهل، فيتركون الصلاة مدة تمريضهم في المستشفيات، ويقولون إذا خرجنا نصليها، لأننا لا نستطيع الوضوء، لأننا لا نستطيع تطهير ثيابنا، لأننا إلى غير القبلة، إلى غير ذلك من الأعذار غير الصحيحة. والواجب على المسلم أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين. المهم أنه يصلي ولا يترك الصلاة، لكن يصلي على حسب حاله، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. والله جل وعلا أمر بالطهارة بالماء إلا عند العذر من مرض أو فقد الماء أو قلة الماء، وكونه لا يكفي لحاجته وطهارته، فإنه يتيمم بالتراب. فالمريض إذا لم يستطع الطهارة بالماء فإنه يصلي ويتيمم بالتراب ويكفي عن الماء، والحمد لله، في الحدثين الأكبر والأصغر. والثياب النجسة إذا لم يستطع استبدالها فإنه يصلي بها ولو كانت نجسة، وصلاته صحيحة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان يستطيع استبدالها فإنه يستبدلها. واستقبال القبلة إذا لم يتمكن منه ويخشى أن يخرج الوقت وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، فإنه يصلي إلى أي جهة لقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا يجوز ترك الصلاة، والإنسان عاقل عنده عقله وتفكيره، لا يجوز له أن يترك الصلاة، ولكن يصلي بحسب حاله وحسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما ذكره السائل أو السائلة من 5 أشهر في المستشفى لا يصلي، هذا خطر عظيم وخطأ كبير، وسببه الجهل. ولماذا يتأخر السؤال إلى هذا الوقت؟ لما لم يسأل وهو في المستشفى ويبادر بالسؤال؟ فالحاصل أن هذا إهمال وخطأ، وعليه بالتوبة إلى الله عز وجل وقضاء هذه الصلوات بالترتيب. يصلي صلوات اليوم الأول مرتبة: الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم يصلي صلوات اليوم الثاني هكذا، والثالث والرابع إلى آخره، إلى أن يفرغ من هذه الصلوات. يصلي الجلسة الواحدة ما تيسر له، ثم إذا شق عليه المواصلة فإنه يستريح، فإذا استراح فإنه يعود فترة ثانية ويصلي ما تيسر له، وهكذا إلى أن ينتهي ما عليه.